رايا انت كان ليكي واقعه كده في اولمبياد ريو، العالم كله اتكلم عليها، فاحكيها لي بقى كده من وجهه نظرك انت. سمعناها في وسائل الاعلام وسمعناها هنا وسمعناها بره وسمعناها في كل حته، انت شفتيها ازاي؟ ودلوقتي هل لسه لما بتكوني في اي مكان بيبقى معروف ان هي دي البنت اللي عملت القلبان ده كله والناس اتكلمت وبتاع، ولا قصه خاصه اتنست؟ لا انا بصراحه ما كنتش، يعني اول ما رحت الاولمبياد ريو ما كنتش متخيله خالص ان ما هيحصل اللي حصل ده مع اول ماتش في لعبناه، كان ماتش المانيا. انا خلصت الماتش لقيت في صوره شهيره عملت قلبان، انا ما اعرفش يعني كان هما بيتكلموا عن ايه، في ناس مع وفي ناس ضد، بس هو الصوره دي اتاخدت واتكتب عليها اللي هي اختلاف الثقافات، الا ان الحاجه الوحيده اللي بتجمع بين الثقافات دي هي الرياضه. صح. فانا اتبسطت من التعليق ده. في ناس بقى تانية علقت، احنا كمصريين يعني مش الناس التانيين، علقنا ان البيتش فولي بيتلعب ببيكيني، ازاي احنا بنلعب، اكيد احنا خسرنا عشان انا هاجمت الناس اللي اتكلمت على ده، لانه الحقيقه انا بشوف ان هي كمان حريه شخصيه في الاخر. بالظبط، يعني في الاخر انت حره تلبسي اللي انت عايزاه. هي الناس بقت بتطلع مبرر ان احنا خسرنا عشان احنا طبعا بنلعب باللبس ده، عشان احنا مختلفين عن اللي بيلعبوا اللعبه دي. بالظبط. بس لا يعني احنا برضو احنا مش خسرنا عشان كده، احنا ده اول احتكاك لينا كان على مستوى عالي. احنا كان اخر احتكاك لينا كان افريقيا، ده اعلى حاجه لعبناها. فطبيعي ان احنا لما نلعب مع ناس هي دي لعبتهم الاساسيه البيتش فولي، احنا هنبقى بعيد شويه مختلفة يعني. بس برضو احنا مش بعيد خالص. احنا طلعنا مع بطل اولمبياد 21/16، فيعني احنا برضو مش بعاد خالص. بس محتاجين نظبط حاجات نشارك في اكتر، وهيبقى بعد كده. بس بعد كده دلوقتي بقيت اروح الاماكن، بقوا عارفين ان انا اللي كنت محجبة.